أرحب بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من درسنا. وكما تكلمنا في بداية الدرس حول المفرد المثنى والجمع في الأسماء، في أسماء الإشارة، في الأسماء الموصولة، في الضمائر وغير ذلك. فالآن أترككم مع مقطع فيديو لتشاهدوا وتستفيدوا أكثر من ذلك، فمرحبا بكم. ينقسم الاسم في اللغة العربية من حيث العدد إلى المفرد والمثنى والجمع. المفرد هو كل اسم يدل على واحد أو واحدة. واحد أي مذكر، وواحدة أي مؤنث. ونشير إلى الاسم المفرد باسم الإشارة هذا، ونقول هذا تلميذ مجتهد. وللمؤنث هذه تلميذة مجتهدة. وكل مفرد نشير إليه بهذا هو مذكر، والذي نشير إليه بهذه هو مؤنث. وننتقل الآن إلى المثنى. المثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. وحينما نقول اسم يخرج من الدائرة الفعل. لدينا مثال كلمة قلم، إذا أردنا أن نجعلها مثنى نقول قلمان بزيادة الألف والنون على المفرد، أو قلمين بزيادة الياء والنون على المفرد. أي إذا حذفنا الألف والنون عادت الكلمة إلى المفرد، أو عاد الاسم إلى المفرد. حذفنا الألف والنون رجعت الكلمة قلم. ومثل كلمة شجرة، شجرة في المثنى نقول شجرتان أو شجرتين، والنون في المثنى تكون مكسورة. وعند تسمية الاسم المؤنث تقلب التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة، مثل شجرة شجرتان. نلاحظ أن التاء المربوطة كتبت باللون الأزرق وتحولت إلى التاء المفتوحة للتوضيح. والنون في المثنى دائما مكسورة، نقول قلمين أو قلمان، وهي ليست علامة إعراب، ولكن للتفرق فيما بعد بين المثنى وجمع المذكر السالم في الأسماء المتشابهة. ولدينا مجموعة من الأمثلة على إعراب المثنى سريعا دون أن نكتب ذلك، لأننا سوف نذكر ذلك فيما بعد. التلميذان مجتهدان. التلميذان مبتدأ ومجتهدان خبر، ولذلك كتبت التلميذان بالألف والنون. فالألف والنون تأتي في حالة الرفع، والياء والنون تكون في حالة النصب والجر. فالتلميذان مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى، ومجتهدان خبر مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى. ننتقل إلى المثال الثاني. قابل ثامر الصديقين. الصديقين مثنى، وهنا وقعت في الجملة الفعلية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وننتقل إلى الحالة الثالثة. سلمت هند على المعلمتين. على حرف جر، المعلمتين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. نلاحظ أن المثنى إذا انتهى بالألف والنون فهو في حالة الرفع، وإذا انتهى بالياء والنون يكون في حالة النصب أو الجر. وننتقل الآن
إلى الجمع وأنواعه. الجمع، الجمع في اللغة العربية هو كل اسم زاد عن اثنين أو اثنتين، هذا تعريف الجمع عموما. وينقسم الجمع إلى جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، وسوف نشرح كل نوع منه بالتفصيل. ونبدأ بجمع المذكر السالم، وهو كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده. فالجمع اسم، مثل كلمة معلم إذا وضعنا في آخرها الواو والنون فتصبح معلمون أو معلمين. إذا حذفنا الياء والنون عادت الكلمة إلى المفرد. فجمع المذكر السالم هو ما دل على المذكر العاقل، يشترط فيه أن يكون الجمع عاقلا. وسبب التسمية بجمع المذكر السالم، نلاحظ كلمة مهندسين إذا حذفنا الياء والنون عادت إلى كلمة مهندس، فهي جمع مذكر سالم، اسم عاقل مذكر حذفنا آخره الياء والنون عاد إلى المفرد، فهو جمع مذكر سالم. وسمي بجمع المذكر السالم لأن مفرده سلم من التغيير. كلمة مساكين اسم مذكر عاقل، إذا حذفنا الياء والنون وجدنا أن الكلمة التي ظهرت معنا ليست المفرد، هي كلمة مساك. هل مفرد مساكين مساك؟ بالطبع لا، بل مفرد مساكين هي مسكين، فهنا كلمة مساكين ليست جمع مذكر سالم. نعطي مثالا في الحالات الإعرابية، المجتهدون ناجحون. نلاحظ جملة اسمية مبتدأ وخبر، المبتدأ والخبر دائما مرفوعان. المبتدأ المجتهدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو وقد وضعت باللون الأحمر للتوضيح، وناجحون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، ومثلما ذكرنا في المثنى علامة رفع المثنى الألف وعلامة رفع جمع المذكر السالم الواو. وننتقل إلى حالة النصب ونقول قابلت المتفوقين، ونلاحظ النون في جمع المذكر السالم مفتوحة عكس المثنى، المثنى النون مكسورة وجمع المذكر السالم النون مفتوحة، والفتحة والكسرة ليست من علامات الإعراب هنا، بل علامات فرعية للإعراب المثنى وجمع المذكر السالم. ففي هذه الجملة قابلت، قابل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء تاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، المتفوقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وننتقل إلى الجر، سلمت على الفائزين، سلمت فعل وفاعل على حرف جر، الفائزين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وننتقل الآن إلى جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده. وأيضا فلدينا كلمة معلمة إذا وضعنا في آخرها ألف وتاء تصبح معلمات وتحذف التاء المربوطة لأنها ليست من أصل الكلمة بل هي علامة للتأنيث.
وإذا حذفنا الألف والتاء عادت الكلمة إلى المفرد معلم، ونضع تاء التأنيث فتصبح معلمة. ولدينا كلمة تلميذة، إذا حولناها إلى الجمع تكون تلميذات، ومثلها مهندسة، مهندسات، طالبة، طالبات. ونلاحظ أن كلمة طالبات إذا حذفنا الألف والتاء أصبح طالب، ووضعنا علامة التأنيث فهي طالبة. وكلمة أصوات إذا حذفنا الألف والتاء صارت كلمة أصو، وليست مفرد، ولكن مفرد أصوات هي صوت، فهي ليست، لأن التاء أصل في الكلمة. وشرط جمع المؤنث أن تكون الألف والتاء زائدتان، مثل الطبيبات مخلصات مبتدأ وخبر، وعلامة رفع جمع المؤنث السالم هي الضمة على آخره. وفي الحالة النص نقول علقت اللوحات، اللوحات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وننتقل إلى الجر فنقول تكرمت من المعلمات، المعلمات اسم مجرور بعد حرف الجر من، وعلامة جره الكسرة. وننتقل إلى جمع التكسير. جمع التكسير هو كل اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة المفرد. فجمع التكسير لا يشترط المذكر أو المؤنث. فالمذكر نقول طالب، طلاب، والمؤنث حديقة، حدائق، وكلاهما جمع تكسير. وسمي الجمع بجمع التكسير، مثال كلمة طفل، تكسرت الكلمة عندما أردنا أن نجمعها جمع تكسير. هكذا إخوة الطلبة استطعنا أن نعمل مراجعة لمفرد المثنى والجمع، وفيديو التي كان معنا وضح بقدر الإمكان. فبهذا نصل إلى نهاية درسنا اليوم. توبة وفاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.